بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي وأحبائي كلية الطب والكليات الصحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أتناول موضوع أناتومي أو ذي الصاي. الرسمة اللي قدامنا ديت ماشي بتوضح معالم الصاي أو حدود الصاي. أنا عندي الهب ريجوناويت والأنتيرو أبدومينال وول من البداية لغاية النيجويد. أنا أنتير بوستير بوليتيال ريجون أو فول لغاية البوبليتيال فوسا. الساي ذا ساي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده is the region of lower limb between hip and knee joint anterior, hip and knee joint anterior, gluteal region ماشي وgluteal fossa posterior. مكونات الساي او المصل او زي ساي arranged into three compartments by intermuscular septa. ادي intermuscular septa، ادي السبتة موجودة هي، وادي السبتة موجودة هي، وادي السبتة موجودة هي. قسمتها لايه؟ anterior compartment، ادي anterior compartment، medial compartment، ادي medial compartment، lateral posterior compartment، ادي posterior compartment. يبقى انا عندي anterior compartment، medial compartment، posterior compartment. كل compartment يحتوي على مجموعة من العضلات groups of muscle هنقولها، سواء anterior سواء medial سواء ايه بصير. اتقسمت بالايه؟ بالسبتة اللي موجود. السبتة اللي بنسميها ايه؟ انتر ماسكولار ايه سبتة. انتيرو كومبارتمنت، ادي الانتيرو كومبارتمنت، في مجموعة من العضلات، مجموعة من العضلات، عضلة كبيرة خالص بنسميها سارتوريوس، ادي السارتوريوس، ادي السارتوريوس ايه مصر ماشي. يبقى ديت ايه نمرة واحد سارتوريوس، نمرة اتنين صوص ميجور، ادي الصوص ميجور مصر، صوص ميجور مصر، ادي صوص ميجور، وادي ايه سارتوريوس. طب ناخد اتنين خفاف صغيرين ماشي، ناخد الإلياكس والبكتينيس، ادي إلياكس مصل، إلياكس مصل، وادي الايه البكتينيس مصل، ادي البكتينيس مصل، وادي بكتينيس، وادي ايه إلياكس، وادي سواس ميجور، وادي سارتوريس. يبقى كده كم عضلة؟ أربع عضلات ماشي. سارتوريوس هي سارتوريوس مصر، سوس ميجور، الياكس، بكتينيس. في عندي فور لارج كوادريسيبس فيموريز مصر، فور لارج كوادريسيبس فيموريز مصر،
هم الكوادريسبس. كوادري يعني أربعة. أول حاجة بنسميها ريكتس فيموريز اهي، ماشي، وعندي ثلاثة فصاي، فاستس لاتيراليس وفاستس ميدياليس، وشيل الريكتس فيموريس هتلاقي فاستس انتر ايه ميدياس مصر. ماشي يا شباب، ادي الانتيرور ايه كومبارتمنت. ميديال كومبارتمنت، ميديال كومبارتمنت انا قطع موجود اهوت، ادي الميديال كومبارتمنت. نمرة واحد فيهم جراسيلز، ادي جراسيلز مصر. نمرة اتنين عندي ثلاثة ادكتور، نمرة واحد ادكتور لونجس، ادي ادكتور لونجس. اتنين ادكتور بريفيس، ثلاثة ادكتور ماجنس، الدكتور ماجنس. أربعة أوبتوريتور إيه إكسترنس مصر. يبقى أنا عندي الميديال كومبارتمنت أربعة عضلات، ناخدهم من فوق لتحت، أدي أوبتوريتور إكسترنس، وأدي الدكتور ماجنس، وأدي الدكتور بريفيز، وادي الدكتور لونجس، وادي جراسيليس ايه مصر. ادي الميديال ايه كومبارتمنت. بوستيرور كومبارتمنت، بوستيرور كومبارتمنت عند عضله هنا بنسميه بايسبس فيموريز. البايسبس، ادي البايسبس لها شورت هيد ولها ايه لونج هيد، ادي اللونج هيد بايسبس وادي الشورت هيد بايسبس. نمرة اتنين سيمي تندينوزس، ادي السيمي تندينوزس. بعد كده سيمي ممبرونوزس مصر، ودول بنسموهم هامسترينج ايه مصر. يبقى اللي قدام بنسموهم كوادريسبس، واللي ورا بنسميهم هامسترينج ايه مصر. الانيرفيشن اوف ماسلز، الانتيرور كومبارتمنت اوف ذا ساي بتتغذى بالفومورال نيرف، الميديال كومبارتمنت بتتغذى بالابتيوريتور نيرف، بتتغذى بايه بالابتيوريتور نيرف اكسبت بكتينيس، اكسبت ايه البكتينيس اللي هي بتتغذى بالايه بالفومورال نيرف. لما اجي اقول لك الميديال كومبارتمنت بتتغذى بايه تقول لي ايه ابتيوريتور، ما عدا عضله واحده في الميديال كومبارتمنت هتنضم على الانتيرور كومبارتمنت اللي هي البكتينيس في التغذيه فيمورال نير. يبقى الانتيرور بالفيمورال، الميديال اوبتوريتور ما عدا ايه البكتينيس. البوستيرور كومبارتمنت اداها السياتيك نيرف. يبقى انا عندي دلوقتي الانتيرور فيمورال، البوستيرور سياتيك، الميديال اوبتوريتور ما عدا البكتينيس بتاخد بالايه بالفيمورال نير. الارتري اوف ذا ساي، في ارتري اوف ذا ساي ناخد فكره بسيطه كده لغايه ما نيجي في التفاصيل. ديب ارتري اوف ذا ساي جايه منين؟ من فومورال ارتري، ماشي. في كلاستر اوف فور سمول برانشز، سوبرفيشال ايباجاستريك، سوبرفيشال سيركمفليكس، سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، ديب اكسترنال بيدندل، دول جاي من الفومورال ايه ارتري في الفومورال ترينج، وهيغذوا ايه؟
cutaneous region of upper thigh. Cutaneous region of upper thigh, lower abdomen and perineum. عندي ثلاثة perforating artery supply posterior compartment. Supply A posterior compartment. ماشي يا شباب؟ يبقى انا دلوقتي في الارتري اوف ذا ساي الديب ارتري اوف ذا ساي جاي من الفيمر. عندي سمول برانش اربع سمول برانش سوبرفيشال ابيجاستريك سوبرفيشال سيركمفليكس سوبرفيشال اكسترنال بيدندل وديب اكسترنال بيدندل دول جايين من الفيمر الاي ارتري وبيغذوا ايه؟ كوتينيوس ريجون اوف ابر ساي في ابر ساي واللور ابدومين والبرينيوم. انما اللي بيغذي البوستيريور كومبارتمنت اللي هو الثلاثه بورفوريتنج ارتري الثلاثه بورفوريتنج ارتري وهتيجي التفاصيل بتاعتهم ان شاء الله. وادي صوره مجمعه لادي ايه الفومورال ايه ارتري ادي الفومورال ايه ارتري وادي البروفاندا او الديب ارتري بتاعه ماشي وادي البرفوريتنج ارتري ادي الايه الفومورال ارتري وهتيجي التفاصيل ان شاء الله مع ايه الفومورال ارتري ماشي يا شباب ان شاء الله. طيب التفاصيل موجوده اهيت بتاع الفومورال ايه ارتري والبرانشز بتاعته والبروفاندا والبرانشز بتاعته. طيب في اكسترنال في سوبرفيشال برانشز وفي ديب اي برانشز ماشي هتيجي تفاصيلها مع الفيمورال اي ارتري. الفينز الفيمورال ريجون الفينز الاساسيه الفيمورال ريجون عند هنا جريت سفنس فين وسمول سفنس فين جريت سفنس وسمول سفن كونوا هنا البوبليتيال فين ده بنسميها سوبرفيشال فين هم الاثنين ادون هنا البوبليتيال فين وبعد كده ادون الفيمورال فين والفيمورال فين ماشي استمر كاكسترنال الياك فين ماشي اتحد الاكسترنال مع الانترنال ادينا كومن الياك فين الاثنين كومن الياك ادونا الانفيرور ايه فينا كافا. نيرفز فيمورال ريجون فيمورال نيرف ادي الفيمورال نيرف ادي ايه فيمورال نيرف اوبتوريتور نيرف ادي الاوبتوريتور نيرف سياتيك نيرف ادي السياتيك نيرف يبقى الفيمورال ريجون فيها ثلاثة نيرفز ايه هما؟ ادي الفيمورال اتنين اوبتوريتور ثلاثة ادي السياتيك ايه نيرف. عندنا حاجة مهمة في الساي لازم نعرفها بنسميها فيمورال تريانجل فيمورال تريانجل ادي تريانجل اهي موجود ادي تريانجل اهي موجود الفيمورال تريانجل ديت كونتينيويشن اوف وان اوف فور جيت واي باي ويتش ديفرنت ستراكشر ديفرنت ستراكشر باس فروم ابدومين ابدومين اند بيلفيس تو لور ليم ماشي خلال الفيمورال تريانجل دي الباوندريز بتاعت البيز بتاعها هذا البيز موجود في ايه؟ انجوينال ليجامنت. بعد كده ميديال بوردر ادي الميديال بوردر ماشي في الميديال مارجن بتاع الايه؟ في ايه؟ الميديال مارجن اوف ادكتور لونجس اللاترال بوردر موجود فيه ايه الميديال مارجن
ماشي اوف سارتوريس. يبقى احنا عندنا هنا دلوقتي بيز انجوينال ليجمنت، ميديال بوردر ادكتور لونجس، ادكتور لونجس ماشي، لاترال بوردر ادي السارتوريس ماسل. الفرور اللي نايمه عليه تحت نايمه على ايه؟ ماشي، نايمه على مجموعه من العضلات بنسميها بكتينيس، ادكتور لونجس اليوسوس فروم ميديال تو لاتر، من ميديال تو لاترال بكتينيس ادكتور لونجس اليوسوس. طب هي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على ايه؟ في هنا اللي بياخد فومورال ارتر والفين بنسميه فومورال شيس، ده ده اول حاجه فومورال شيس. نمرة اتنين، فومورال ارتري اند اتس برانشز، اند اتس ايه برانشز، فومورال فين اند اتس تيرابيوتوريز، ديب انجوينال لينفنود، بعد كده فومورال ايه نيرف. في فور نيرفز موجودين، ايه هما الفور نيرفز اللي موجودين؟ فيمورال نيرف، نيرف تو بكتينيوس، فيمورال برانش انفيجيتي فيمورال نيرف، لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. يعني في اربع نيرفز غير النيرف الاساسي الكبير اللي هما فيمورال نيرف، نيرف تو بكتينيوس ماشي، نيرف تو بكتينيوس، فيمورال برانش انفيجيتي فيمورال نيرف، لاترال كوتينيوس نيرف of the side. عند الفيمورال شيس، الفيمورال شيس، الفيمورال شيس هي عبارة عن ايه؟ شيس ماشي. الفيمورال ارتري والفين مع الليمفاتكس surrounded by funnel shaped sleeve of fascia بنسميها femoral sheath. يبقى شوية فاشيا حوطوا ايه؟ الفيمورال ارتري والفيمورال فين والليمفاتكس، وادي الاستراكشر هيت اللي موجودة فيه، ادي femoral sheath. في عندي في الساي كانال موجودة بنسميها الدكتور كانال، الدكتور كانال او سب سارتوريوس كانال اللي هي موجودة دي. ماشي، الدكتور كانال موجودة في الانتر ماسكولار سبيس، موجودة في الميديال ثيرد، الميديال ثيرد اوف ميديال سايد اوف ذا سايد، ادي الميديال ثيرد اوف ميديال سايد اوف ذا سايد. هنا لور ثيرد، هنا ابر ثيرد. يبقى دلوقتي كان الموجودة في الميديال ثيرد، ادي الميديال ثيرد للميديال سايد اوف ذا سايد. امتدادها منين؟ منين؟ من الابكس اوف فيمورال تريانجل، اباف ابكس اوف فيمورال تريانجل اباف ماشي، تو اوبننج اوف ادكتور ماجنس بلو، اوبننج اوف ادكتور ماجنس بلو. الكونتنت بتاعت ايه اللي موجود فيه؟ موجود فيمورال ارتري، موجود فيمورال فين، موجود صافينس نيرف، موجود نيرف تو فاستس ميدياليس، موجود ديسيندنج جينيكولار نيرف. يبقى الكونتنت اللي موجوده فيهم ارتري فين، فيمورال ارتري وفيمورال فين، بعد كده موجود الصافينس ايه نيرف، موجود بعد كده نيرف تو فاستس ايه ميدياليس،
موجود descending genicular A artery. الفيمورال artery نتكلم بقى عنه شوي. ما شفناه هناك لكن نتكلم بقى عنه شوي. الفيمورال artery الفيمورال artery ادي الفيمورال artery continuation of A external iliac artery ادي external iliac artery at mid A inguinal point ادي anterior superior iliac spine وادي pubic tubercle ادي mid point يبقى ده الاكسترنال دخل هنا ادينا ايه الفيمورال ارتري ادي الفيمورال ارتري يبقى كونتينيوشن اوف اكسترنال الياك ارتري ات ميد انجوينال بوينت ادي الميد انجوينال بوينت ادي انتيري سوبر سباين وادي البيوبيك توبيك اند فين هينتهي فين ادي الاوبننج اوف ادكتور ماجنوس ادي الاوبننج اوف ادكتور ماجنوس ماشي ادي الاوبننج بتاعه عشان يديني بعد كده ايه مبلوتيال ايه ارتر طب البرانشز بتاعته عندي ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه ديب الثلاثه سوبرفيشال اكسترنال مودندال superficial external mudendal ماشي superficial external mudendal ادي الاكسترنال mudendal بعد كده superficial epigastric ادي superficial epigastric superficial circumflex ادي superficial circumflex ادي ثلاثة superficial external mudendal superficial epigastric superficial circumflex iliac artery الديب branches deep external mudendal deep مع external هيبقى في deep external A mudendal والبروفاندا ادي البروفاندا وفي descending A genicular A artery يبقى انا عندي ثلاثة ديب ماشي ديب external mudendal بروفاندا femoris descending A genicular A artery بعد كده البروفاندا فيموريز largest branch of femoral artery البروفاندا فيموريز اهو largest branch of femoral artery البرانشز بتاعته medial circumflex femoral lateral circumflex femoral ثلاثة perforating ايه artery ادي الايه ادي perforating artery وادي الميدل سيركمفليكس وادي اللاترال سيركمفليكس الفيمورال فين انترسيساي خلال الاوبننج اوف ادكتور ايه ماجنوس از كونتينيويشن اوف ايه مبليتيال ايه فين فيرست الفيمورال فين لاي لاترال تو ذا artery lateral to the artery بعد كده posterior بعد كده medial يبقى الفيمورال فين اولا هيبقى lateral للفيمورال artery ثانيا posterior للفيمورال artery ثالثا medial to a femoral artery هيترك هنا الميدل كومبارتمنت خلال الفيمورال شيس اللي احنا قلنا عليه
as external a iliac vein. A tributary is beta femoral vein. Great saphenous vein. هذا الجريد سافينس فين. نمرة اثنين تربيوتريس اوف كورسبوندينج تو برانش اوف فومورال ارت. البرانشز بتاع الفومورال ارت اللي كلها كورسبوندينج ليها هتعمل تربيوتريس للفومورال فين. الفومورال نيرف هذا الفومورال نيرف. الفيمورال نيرف يا شباب طالع من لامبر بلكسس فروم فينتر الرماي اوف لامبر 2 و 3 و 4 البرانشز بتاعته ماسكولار برانش للإلياكس بكتينيس سارتوريس كوادريسبس اي فيمورس موسل. الكوتينيس برانش كوتينيس برانش ادي السافنس سافنس نيرف ميدل اند انتر ميديت كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. بعد كده هيدي ارتيكولار برانش للهيب جوينت اند خلال الريكتس فيموريس اند ني جوينت خلال الفاستاي مسل اللي هي بصص لاتراليز ومدياليس وانتر ايه ميديس. شكرا جزيلا يا شباب وبالتوفيق والنجاح والفلاح ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.